السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله جينا نوجدوا مسمن ثيرموميكس ناجح 100%. تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. عندي الفورص وعندي دقيق القمح سبيسيال، عندي زبدة المذابة، عندي سميد رقيق درته مع شوية خميرة الحلوى، عندي الملح وعندي شوية زيت للتوريق. هذا الزيت غنورق به وغادي نطيب به، ما نحتاجش للزيت بزاف. غادي نمشي على بركة الله نجبد الميزان ديالي. غادي نعبر 250 غرام ديال الفورص. ممكن تضعفوا المقادير. هاد المسمن كيجي فيه الفينو غالب على الفورص، كتجي العجينة ديالو واعرة، ما كيتجبدش، ما كيتقطعش. غادي نعبر 300 غرام ديال الفينو. غادي نضيف الملح، الماء عندي 350 غرام، انا هنا درت 300. من بعد غادي نبان لي باقي خاص الماء، غادي نزيد تقريبا 51 غرام. غادي نجبد بيتران 6 دقائق. هنا ضفت الماء كيف ما قلت لكم، غير شويه ماشي بزاف. غنجيب قصريه ندهنها بالزيت. غادي نجمعها وغنغطيها بلاستيك غذائي. انا هنا ما غاديش نخليها ترتاح بزاف، غادي نخليها واحد 3 دقائق. نجيب بلاطو غادي ندهنو بالزيت وغادي نبدا نشكل كويرات. كندهن يديا بالزيت وكنخدم. غادي نستمر حتى نكمل العجين اللي عندي وغادي نعاود نغطيه. مشيت مباشرة كنشكل كيف ما كتشوفوا العجينة ما كتعاودش ترجع، يعني مطلوقة مرخوفة وما كتقطعش، كتجي ساهلة في الطريق. فوالا كندهن بالزبدة وكنرش بالسميد. ندير معكم واحدة أخرى.
انا قبل ما نكمل غادي ندير المقلة السخن، غادي نطيب ونورق في نفس الوقت. غادي نمشي نقرص الاولى اللي ورقتها، نركزوا شويه على الجوانب. رش مقله بالزيت، نمشي نقرص الثانيه نفس الطريقه. كيجي زوين وسريع، انا كنطيب وكنورق في نفس الوقت، ما كيحتاجش الراحه بزاف. وتيجي زوين هشيش، ما كيجيش كيتجبد لان فيه الفينو غالب على الفورس. كيف كتشوفوا كاين تافخ. انا كنبقى نقلب كل مره قبل ما يتحمر، باش هكا كيجي طيب من الداخل. غادي نستمر بنفس الطريقة،
كنتمنى تجربوا، كيستحق التجربة. وإلى عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك واشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. أنا غادي نفتح معكم وحدة باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. كتجي الورقة على اختها وطايب، كيتجبد ما حتى شي حاجة. كنقدموه مع واحد البراد ديال اتاي مغربي مع شوية ديال العسل. وبالصحة والراحة إن شاء الله، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.